كوكو لا فامي، صافا صافا. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم نبارطاجي معكم دي اي واي، هاد البلاطو اللي كتشوفوا وهاد لي سوطاس. كنتمنى من اللي اول مره يزور القناه ديالي يدير ابوني ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. اولا غنصيبو البلاطو، غنحتاجو القنب كما كتشوفو معايا رقيقة، وعندنا هاد الدائرة انا صيبتها بالكونتر بلاكي، تقدرو تصيبوها بالكرتون. هادو جوج دائرات صغار باش نصيبو لي سوطاس. دابا غنوريكم كيفاش نقطعو ديك الدائرة. غادي ناخدو طرف ديال الخشب، جوج مسامر، هاد الاول غادي نديرو في الكرتونه حتى يدير واحد الثقبه، هي اللي غادي تكون السنتر، والاخر غنبقاو ندورو بشويه بحال هكا حتى نرسمو الدائره. كما كتشوفوا ها هي الدائره. دابا نقدروا نقطعوها بالمقص. غادي نحكوا الجناب ديال هاد الخشبات بشويه باش نحيدوا داك الشناتف وداكشي اللي كاين مع الجناب. ودابا بالبيستولي غنبقاو نلصقوا ديك القنب على الخشبة ديالنا حتى نغطيوها كاملة. دابا كملنا البلاطو ديالنا بنفس الطريقه، غنديرو لي سوطاس.
بنقص غنحيدو داكشي اللي زايد ديال القنب. دابا غنشدو ثلاثة الخيوطة وغادي نضفروهم دفرة ديال ثلاثة، الدفرة العادية بحال اللي كنديرو للشعر وداكشي. غادي نلصقو ديك الضفيرة ديالنا على الجناب ديال البلاطو وحتى هادوك لي سوطاس. هما موجودين. دابا غناخدو شويه د لاكول البيضه وغنديرو معاها شويه ديال لاتان صفراء باش نهرسو داك اللون الابيض، وغادي بحال نصبغو هذاك البلاطو ديالنا باش يقصح شويه.
ومن بعد ما خليتهم ليلة كاملة حتى كرمات هذيك لاكول، كيجيو بحال هكا كيما كتشوفوا معايا، الشكل ديالهم راقي وزوين بزاف، فهم شكل مغاير على داك الحويجات اللي كنشريو، سواء بلاستيك ولا توب ولا اي مادة صناعية، المواد الطبيعية بحال القناب ولا العود، فهما طوندونس كيعطيو واحد الجو زوين في الطبلة ديالنا. انا عطيتكم مجرد فكرة، انتم تقدروا تصيبوه بحال كيما درت انايا، سوطا سوبلا دي بلاطو، يقدروا يجيو مفارش في طاولة الاكل، ولا ديكورات كيتعلقوا، دي كادغ فوتو، دي كادغ ميغوار، ولا حتى دي تابيك، فهما كيجيو غزالين. كنتمنى انها تكون عجبتكم الفكرة وتطبقوها، وتشاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب ولا فامي. وكنتمنى من الناس اللي مازال ما داروا ابوني يديروها دابا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. وكنتمنى انكم ما تنساونيش من تشجيعكم بتعليق محفز. ودابا ما بقى لي نقول لكم تشاو تشاو لا فامي.